منذ ولادتها عملت حكومة محمد شيع السوداني على تبني وانتهاج سياسة الانفتاح الخارجي للعراق تجاه الدول الإقليمية والعالمية بهدف كسب التأييد الدولي للحكومة الجديدة التي تشكلت بعد مخوض عسير وأزمة سياسية استمرت لأكثر من عام. وفي مساعي إلى إثبات الانفتاح الخارجي، كان رئيس مجلس الوزراء محمد شيع السوداني شارك في القمة العربية الصينية التي عقدت في السعودية، حيث بيّن فيها أن العراق اعتمد مبدأ التوازن في العلاقات الخارجية بما يعزز استقراره وتحقيق مصالح شعبه وأمن المنطقة. نجاح السوداني مرهون بواحدة من القرارات المتعلقة بسياسة البلاد الخارجية، وأن تكون السيادة خط أحمر في حسابات المنظومة السياسية مجتمعة، وأن السبيل الأفضل لتطوير علاقات البلاد الخارجية هو الابتعاد عن سياسة المحاور والأقطاب التي انتهجتها الحكومات السابقة وعدم معاداة أي جهة من أجل عدم إلحاق الضرر بالبلاد، خاصة وأن تجارب الدولة الحديثة لا تزال فاتية وتحتاج إلى دعم كبير من قبل الجميع. فالفرصة مؤاتية للسودان لتعزيز المسارات الصحيحة وتصحيح المسارات الخاطئة، لا على صعيد الملفات الداخلية الأمنية والخدمية والمالية فحسب، بل على صعيد الملفات الخارجية. لكن هل باستطاعتي مواجهة ضغوطات إيران ومواليها من القيادات وقوى الإطار التنسيقي في التقارب مع واشنطن والمحيط العربي والخليجي؟